رد يا ارجو ان حضراتكم ترتبوا نفسكم بالطريقه اللي تريحكم، وبعتذر تاني على ان احنا ما قصدناش نضايق الصحفيين والاعلاميين بعقد المؤتمر في هذه القاعه الصغيره. بعد كما شرح الاستاذ احمد امام، احنا كنا حريصين نعمل مؤتمر في قاعه اريح ليكم واريح لينا، ونمارس حقنا كمواطنين مصريين في مواجهه اعلام اخر ليس له عمل الا بذر الشقاق والكراهيه وتجريح واغتيال المعنوي لكل القامات والرموز السياسيه، ومحاوله الا يسمع العالم من مصر الكبيره ومصر اللي كلنا بنعتز بيها الا صوتا واحدا. الاعلام اللي انزعج لمجرد برنامج ساخر، كل هذه النوعية. أنا أعرف أن الإعلام الشريف وهو الجزء الأكبر من إعلامنا سواء على المستوى المصري أو العربي أو الدولي، هذا الإعلام الشريف هو الذي نعول عليه في أن ينقل آرائنا، ينقل مواقفنا بطريقة أمينة وصادقة. إحنا موقفنا حضراتكم كلكم تابعتوا مشكورين، إن أنا موقفي الشخصي من الترشح منذ الانتخابات الفائتة واللي ما زلت كنت مصر عليه هو أنني لن أترشح، وأنني في الحزب ومع الإخوة في الحزب بنبحث عن مرشح بالفعل، وكنا عندنا استعداد لطرح مرشح من الشباب القتال لنقاتل دفاعا عن الوطن. مفيش، وهذه مهمة مقدسة أسمى وأعلى من مهمة العمل السياسي أو الانغماس في السياسة. هذه ليست مهمة كبيرة، يشرف كل مصري أن يلبس البدلة الكاكي، مش أن يقعد في الأماكن السيفن ستارز ويقعد في صحراء مصر دفاعا عن هذا الوطن. أنا قلت أن الجيش يتعبد إلى الله في محراب الدفاع عن الوطن وليس في محراب السياسة. هي المسألة هي كده، وهو ده اللي مخلينا معترضين على هذا المسار. الشق الثاني من السؤال الخاص بالضمانات في حالة إجراء الانتخابات. لا بس هناخد الجزء الثاني من السؤال الخاص بالضمانات المطلوبة، الضمانات الرئاسية. احنا يعني ليس كل اجراء انتخابي هو اجراء ديمقراطي. ان يدعى الناس الى استفتاءات لا يعني ان هناك عملية ديمقراطية. العملية الديمقراطية اوسع من فكرة الصندوق الزجاجي، هي اجواء سياسية مصاحبة لعملية الانتخابات، هي مدى الحريات اللي بيتمتع بها المجتمع، مدى الحريات اللي بيتمتع بها المنافسين والخصوم السياسيين في دعوتهم ومناهضتهم للقائد. اما فيما يخص ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي، السيد عبد الفتاح السيسي لا يترشح بصفته مرشحا مدنيا، هو قائد الجيش يطرح نفسه رئيسا للدولة. هذه انتكاسة للعملية الديمقراطية. مسألة ايزنهاور ولا ديجول، ايزنهاور لم يترشح إلا بعد 3 سنوات من تركه للخدمة العسكرية. ديجول كان قائدا لعملية تحرر أكثر منه قائدا عسكريا وبعدها بفترة. فمسألة التلبيس على الناس والتدليس وكأنه هناك عملية ديمقراطية حقيقية، نحن رأينا هذه العملية الديمقراطية في الاستفتاء. يعني لا، مسألة المطلب، أنا بس عاوز أتكلم على جزء المطلب الشعبي والانتفاضة الشعبية التي تطالب. هذه دعايات كاذبة. بعض مجموعات رجال الأعمال وجماعات المصالح اللي بيمتلكوا 90% من الفضاء الإعلامي يصنعوا حملة مكذوبة ومصنوعة لتأييد شخص، وكأنه لأنه ليس هناك مجال لطرح آخر. فأمام المصريين إعطاء صورة للمصريين أي أن ليس هناك إلا هذا الرجل، فهذا تدليس، هذا خداع للمصريين. العملية واضحة جدا، أي انتخابات معروف شروطها وإجراءاتها وضمانتها، نحن لا نخترع العجلة، الإجراءات الديمقراطية مستقرة في كل الدول. هذا الذي يحدث لا أعتقد أنه مسار ديمقراطي.